عملنا اعلام وديكلانشيو على الفيسبوك، علمنا السيد معتمد بمدينه قليبيا. قبل مشينا لمركز الحرس مركز الشرطه، قالوا لنا لا يلزمكم تعلموا السلطه، ممثل السلطه اللي هو السيد معتمد. علمناهم، خذينا ديشارج، ما قالوا لناش باش نمنعوها. مشينا شرينا دي بونكارت وحدنا بعمل، معناها وحدنا كيما نقولوا احنا بموجب انفرادي منا. جينا قلنا خلينا نعملوا وقفه صغيره ونلموا العباد ونبداو نشوفوا في هالقانون الجديد هذا اللي يحبوا يعديوه لنا اللي احنا رافضينه. التحقنا معناتها كلجنه التنظيم معناتها بالمكان على الساعه 5 مساء القيام معناتها بمجموعه من التحذيرات، معناتها اللافتات اللي باش نرفعها، شعارات اكسترا. مرانا انا سمعنا معناتها حس تاع قدوم قوات البوليس، دخلوا لدار الثقافه، بداوا يقوموا في العباد. وقفة احتجاجية متكونة من 15 شاب، بيجيوها ثلاثة كراهب حاكم وزوز كامبيات كبار. معناها ما فهمتش، يعني ترى احنا اللي ماناش مسامحين والا الحاكم هو اللي مازال ماهوش مسامح؟ قالوا لنا راهو فما قانون طوارئ واحنا باش نطبقوا، ورانا ما ناخذ تعليمات من حتى حد، ناخذ تعليمات من الدستور. الفصل التاسع يمنع في حال طوارئ، يمنع أي تظاهر يمس بالأمن العام. قلنا له ماناش بمس بالأمن العام، احنا باش نرفعوا شعار ضد المصالحه الاقتصاديه اللي باش يقع تمريرها على مسمى الشعب، لان اللي نهبوا البلاد واللي معناها عذبوا العباد قبل الثوره وحتى بعد الثوره مستحيل نسامحوهم الا عن طريق محاسبه ثم مصالحه. مش معقول نمروا ديريكت للمصالحه بالقانون اللي مروا الباجي قائد السبسي على مجلس نواب الشعب واللي شاد نداء تونس وائتلاف اليميني النهضه والنداء، كانوا شادين فيه صحيح باش يمروه، باش معناها تقع رمرمه النظام القديم ويرجع الوضع الى ما عليه.